يعطيهم العافية فقط ليالي الكويت. والحين نبي كل المشاهدين اللي قاعدين يتابعونا وإن بالفرقة بعد كونهم يقعدون فترة طويلة على هالكراسي ويعزفون لنا صحيح. يهتمون باللقاء الحين اللي راح نتكلم فيه عن العلاج الطبيعي مع الدكتورة إيمان ميرزا. مساء الله بالخير، حياك الله. مساء النور، سعيدة بوجودي معكم. احنا اسعد نبي بالبداية، قنفة ليالي الكويت اول ما قعدتي حسيت انك اخذتي وضعية بان هذه القنفة مريحة ولا لا؟ صراحة ما كانت وايد مريحة، حاولت اعدل الظهر كثر ما اقدر، بس الحين اوكي. الحين اوكي الوضع. الحين اوكي. حياك الله. جميل. بنتكلم نفس ما تفضل عبد الله عن العلاج الطبيعي، عن أهمية العلاج الطبيعي ومتى نحتاج العلاج الطبيعي. طبعا العلاج الطبيعي بداية لو بتكلم عنه هو أحد تخصصات الطبية المساندة، له دور كبير جدا في المنظومة الطبية، له دور أيضا في جميع التخصصات الطبية. مثلا العلاج الطبيعي يدخل في تخصص العظام، في تخصص الأعصاب، صحة المرأة، الأطفال، كبار السن، في العديد من التخصصات. الهدف من العلاج الطبيعي هو مساعدة المرضى على تحسين جودة حياتهم، على أيضا على يساعدهم أن يرجعون إلى ممارسة أنشطتهم الرياضية واليومية بشكل سريع. وهذا شيء طبعا عادة لما يكونون متعرضين لإصابات أو يعانون من إعاقات جسدية أو مشاكل في الحركة بسبب إصابة أو مرض معين. فهذا يعني باختصار العلاج الطبيعي ومتى يحتاج الشخص أو المريض. دكتورة إيمان، اليوم قاعد نشوف أن في شباب وأيضا في كبار سن يعني بشكل مفاجئ يقول لك أنا بسافر دولة الفلانية في منتجع هناك بروح حق العلاج الطبيعي، يعني يصف حق نفسه بروح هذا يعني الوصفه باني انا احتاج العلاج الطبيعي. انت شايفه هنا عندنا خاصه بالكويت منو محتاج للعلاج الطبيعي او شنو الحالات؟ شوف، بداية الشخص نفسه ما يقدر يقرر إذا هو اللي يحتاج علاج طبيعي ولا لا، إما الطبيب المعالج يقرر أو الأخصائي العلاج الطبيعي اللي يتابع يعني يروح للمريض ويفحصه ويقرر ما إذا أنت تحتاج علاج طبيعي أو لا. طبعا العلاج الطبيعي يعني مثل ما حضرتك قلت، يعني المصحات والمراكز هدفها الأساسي هي مساعدة هؤلاء الأشخاص إن هم يتغلبون على الآلام وعلى المشاكل اللي يعانون منها بسبب الإصابات اللي مثلا يتعرضون لها أو ممكن خضعوا لعمليات جراحية. بس مثل ما يعني حضرتك قلت أن الشخص هو يقرر، لا، إما الطبيب المعالج أو الأخصائي يقرر إذا هذا المريض أو الشخص يحتاج علاج طبيعي. أكثر الحالات اللي إحنا بالكويت يعني يعانون منها الناس من خلال خبرتك؟ شوف، لو نبي نتكلم عن فئة الشباب في الغالب نشوف الإصابات الرياضية، مثل عندنا قطع الرباط الصليبي الأمامي، التواء الكاحل، قطع الغضاريف، التهابات الأوتار، هذه أكثر الإصابات بالنسبة لفئة الشباب. لو نبي نتكلم عن الفئة العمرية الأكبر شوي أو كبار السن، في الغالب نشوف خشونة المفاصل، بالذات خشونة مفصل الركبة، وهالشيء نشوفه وايد عند النساء في الكويت. فهذه هي أكثر الإصابات أو المشاكل الصحية. قبل أن نتكلم عن كبار السن، خليني أرجع معك بالنسبة للشباب. تكلمتي عن مشاكل الأوتار والسبب هذه المشاكل اللي واجهها الشباب. السبب الرئيسي لحصول التهاب أو مشاكل في الأوتار هو تعريض الوتر لضغط ميكانيكي أو حمل ميكانيكي، إما يكون عالي أو إما يكون قريب من الحد الميكانيكي مع الوتر لكن لفترات طويلة. يعني مثلا شخص راح الجيم شال وزن عالي فجأة، هذا شيء ممكن يضر الوتر. أو أن شخص قاعد يتمرن بشكل مكثف لفترات طويلة من غير ما ياخذ أيام استراحة، هذا الشيء ممكن يأثر على الوتر، يأثر على الخلايا الموجودة في الوتر وعلى نشاطها، بالتالي يؤدي إلى حدوث التهاب وآلام في الوتر. الحين تكلمتي عن عدد الأيام إنه ما يأخذ راحة، ماذا عن الشباب اللي يقعدون في الجيم ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، وساعات لربما يكون التكنيك مو صحيح للجسم، الحركة الجسم ما تكون صحيح؟ شوفي، هي يعني المشكلة اللي تصير أثناء الأشخاص اللي يمارسون الرياضة هي التكنيك في الغالب. يعني تشوفينه قاعد يشيل الوزن بس الزاوية مالت المفصل غير صحيحة، ولا الوضعية
الادويه اللي هو ماخذها تكون غير صحيحه. وايضا مثل ما حضرتك قلتي انه هو يقضي ساعات طويله في الجيم، فهذا الشيء يعني للاسف ممكن يضر بدال ما يفيد الشخص او اللاعب. صح، وساعات بعد يعني اللاعبين اللي يلعبون كمال اجسام او رياضه معينه بالنادي بعدها بنفس اليوم ينتقلون الى كره القدم او مثل البادل اللي هي كانت هبة لفترة طويلة. مثل هذه الألعاب هم لها إصابات خاصة من اللي ذكرتيهم قبل شوي دكتورة؟ صحيح، يعني شوف مثلا الشخص اللي قاعد يروح يشيل أوزان بعدها يطلع يروح يلعب كرة قدم ولا يلعب بادل، يعني هني أنت قاعد تعرض مو بس الأوتار حتى العضلات إلى ضغط عالي، هذا الشيء يسبب إجهاد عضلي، والإجهاد العضلي يعد العامل الأساسي لحدوث إصابات مثل التمزق العضلي، التواء المفاصل. وبالنسبة لبعض الرياضات مثل ما حضرتك قلت مثلا البادل، يعني هذه من أكثر الرياضات اللي حاليا منتشرة عندنا في الكويت. صح. هي طبعا نوع من انواع رياضات المضرب حق الناس اللي ما تعرف شنو البادل. البادل للاسف هي رياضه حلوه يعني تخلي الشخص يتحرك ويصير نشيط، لكن مرتبطه بالعديد من الاصابات الرياضيه، ومن اكثرها شيوعا هي التهاب اوتار الكوع. يعني حاليا او تمت في مراجعه منهجيه اجروها باحثين هولنديين تقريبا في مايو الماضي، لقوا ان اكثر اصابه تصير حق لاعب البادل هي التهاب أوتار الكوع، وهذا الشيء طبعا بسبب طبيعة الرياضة وأحيانا بسبب وزن المضرب إذا كان عالي يعني أو ثقيل نوعا ما، هذا الشيء ممكن يزيد من فرصة حدوث التهاب. الالتهاب قصدك لانه هو لانها رياضه تلعب يلعبها بالمضرب، فانت قصدك التنس البو. التنس البو يس. نعم. لان الرياضه تتضمن حركه متكرره للكوع. نعم. فهذا شيء يسبب التهاب في الوتر. لكن هناك رياضات اخرى مثل العاب التنس، السكواش، هل يتم فيها الاصابه بالتهاب الاوتار بنسبة مماثلة للبادل؟ تقريبا يعني هذه الرياضات مثل ما حضرتك قلتي السكواش، التنس، البادل، يعني من أكثر المشاكل اللي تسببها هي التنس ألبو أو اللي يسميه باللغة العربية مرفق التنس. نعم. ماذا عن الركب؟ تكلمتي عن كبار السن والتهاب المفاصل والخشونة والعلاج الطبيعي اللي هم بحاجة له. شوفي مبدئيا لما نقول خشونه الكل يعني على طول يربط الخشونه في تقدم العمر، لكن هذا المعتقد مو 100% صحيح. في شباب الحين بالثلاثينات اعمارهم هم قاعد يصابون بالخشونه. اي نعم، والسبب في ذلك ان اذا كان الشخص عنده اصابه سابقه او اصابه قديمه هذا الشيء راح يعرضه انه يصير معاه خشونه مبكره. لكن بشكل عام الخشونة نوعا ما مرتبطة بتقدم العمر، لكن مو كل الأشخاص الكبار في العمر أو الكبار في السن يعانون من الخشونة. هناك عوامل تحدد ما إذا كان الشخص راح يصير معه خشونة أو لا غير العمر، منها العامل الوراثي أو العامل الجيني، نمط الحياة، الوزن، ما إذا كان يعاني من أمراض معينة أو لا. طبعا احنا يعني مثل ما كلنا نعرف المرضى اللي يعانون من الخشونه نشوفهم دائما يشتكون من الام في المفاصل، تيبس، صعوبه في الحركه. يعني لما نتكلم عن المرضى اللي يعانون من خشونه مفصل الركبه نشوف مثلا دائما المريضه تشتكي بان هي ما تقدر تصعد او تنزل السلم، ما تقدر تقوم اذا كانت قاعده لفتره طويله، في طقطقه وصوت بالمفصل، الام بالذات الصبح. فهذه هي اعراض الخشونه. طبعا الخشونة إذا كانت في مراحلها الأولى في الغالب نقدر نسيطر عليها ونأخر من تطورها عن طريق العلاج الطبيعي. ولما نقول علاج طبيعي هني بالنسبة للخشونة نتكلم بالذات عن تمارين المقاومة، لأن كل ما قوينا العضلات كل ما الشخص أو المريض صارت عضلاته أقوى، هذا الشيء راح يخلي أو راح يمتص الاسترس أو اللود اللي قاعد يعني يصير على الجسم لما الشخص يتحرك ويمشي. فبالتالي مو كل اللود قاعد يروح على المفصل اللي هو اوريدي قاعد يصير فيه تآكل. فبالعلاج الطبيعي لمرضى الخشونة وايد نركز على تمارين المقاومة بالإضافة إلى بعض أنواع العلاجات الأخرى اللي تساعد على تخفيف الآلام وتحسين أعراض المريض. من هذه الأشياء هل في تدخل مثلا بالإبر؟ نشوف احنا ساعات إبر صينية غيرها من هذه الأنواع ممكن تساهم في العلاج؟
الإبر الصينية أمانة ما في دليل علمي قوي يبين إذا كانت الإبر الصينية فعالة أو لا، يعني ممكن يكون تأثير الإبر الصينية تأثير وهمي اللي إحنا نسميه البلاسيبو إفكت. فمثلا المريض إذا كان عنده قناعة بأن هذه الإبر الصينية راح تنفعه بالفعل راح تنفعه، هذا التأثير الوهمي. لكن هناك بعض العلاجات الأخرى إحنا نستخدمها، مثلا الإبر الجافة نستخدمها في العضلات إذا كان هناك أي تريجر بوينتس أو عقد عضلية، الإبر الجافة تساعد على فك هذه العقد العضلية وبالتالي تحسين مرونة العضلات وبالتالي حركة المفصل. ما هي المسببات الرئيسية أو العادات الخاطئة التي يقوم بها الإنسان؟ لأن قلتي هناك أكثر من مسبب وليس فقط جينيا أو التقدم في العمر اللي ممكن أنها تؤدي إلى الخشونة. عفوا بس سؤال ثاني، شق ثاني للسؤال، إحنا باللغة الدارجة نقول خشونة خشونة، لكن هي شنو هي فعلا تعريفها؟ هي لما احنا نقول خشونه يعني الغضاريف الموجوده في المفصل بدات تتاكل، وهذا الشيء بسبب كثره الضغط اللي قاعد يصير على المفصل. طبعا لما يصير خشونه ممكن يصير في تكلسات، نتوءات، تقل المسافه اللي في المفصل فيصير عندنا احتكاك اكثر، وهذا الشيء اللي يخلي المريض يشعر بالالام ويصير عنده تيبس او يقل عنده المدى الحركي. بالنسبه للعوامل يعني مثل ما قلت لك في العديد من العوامل، أهمها نمط الحياة، يعني الأشخاص اللي عندهم نمط حياة خامل، ما يمارسون أي نوع من الرياضة، يعانون من السمنة أو من زيادة الوزن، هذيل أكثر فئة يعانون أو يعني يشتكون من خشونة مفصل الركبة. ماذا عن ارتداء الكعب بالنسبة للنساء؟ إذا أنا ألبس كعب على طول مثلا ما في دليل علمي. بعمر صغير إلى أن كبرت، هل ما في دليل علمي؟ ما في دليل علمي. هذا معتقد بين الناس بأن ارتداء الكعب ممكن أن يأثر على المفصل. ارتداء الكعب ممكن يسبب مشاكل أخرى في القدم، اللي مثل يسبب قصر في وتر أكيليس أو يسبب قصر في عضلات الساق الخلفية وبعض المشاكل في بطانة القدم. نعم. أما غير مرتبط في خشونة المفاصل. نعم دكتور أيمن، عندنا هذا السؤال من خلال الهاشتاج ليال الكويت من بغايب من قطر. سؤالي للضيف، ما هي مخاطر العلاج الطبيعي أو هل هناك موانع للعلاج الطبيعي؟ مخاطر العلاج الطبيعي، لا يوجد مخاطر العلاج الطبيعي إذا تم يعني هذا العلاج في مراكز متخصصة عن طريق أشخاص متخصصين عندهم شهادات علمية، بكالوريوس، درجة البكالوريوس مطلوبة عشان الشخص يمارس مهنة العلاج الطبيعي. بالنسبة للموانع، أحيانا يكون هناك موانع للعلاج الطبيعي، مثلا بعض الحالات بعض المشاكل الصحية، هي الأشخاص مثلا اللي عندهم لو بنقول صاير لكسر، الكسر ما التئم إلى الآن، ممكن هذا الشخص ما يقدر يخضع للعلاج الطبيعي. الأشخاص مثلا اللي عندهم هشاشة وايد بالعظام متقدمة، نكون نوعا ما حريصين لما نتعامل معهم، ما نقدر مثلا نسوي لهم تمارين المقاومة، يعني نكون يعني مثل ما قلت حذرين بالتعامل معهم. يعني نعم. زين دكتور، خلال حديثك أكثر من مرة ذكرتي نمط الحياة، إن إحنا اليوم بالكويت في المجتمع الكويتي شنو شايفة أكثر أنماط الأشياء أو الناس قاعدة تسويها بشكل يومي ممكن تؤدي خلال فترة يعني قريبة وبسيطة بأن هذا الإنسان يتعرض لأي إصابة سواء بالمفاصل، بالخشونة، غيرها من هذه الأشياء؟ أمانة أنا أشوف كثرة القعدة حاليا، الأشخاص طول الوقت على الأجهزة الذكية سواء الموبايلات أو التابلت والآيباد وهالأمور، هذا الشيء للأسف ممكن يسبب مشاكل عديدة. لو نبي نبدأ من فوق الرقبة، راح يسبب عندنا ديسك في الرقبة، مشاكل في العضلات المحيطة في الرقبة والأكتاف، كذلك انحناء الشخص للأمام طول ما هو قاعد وماسك التليفون، هذا الشيء يسبب ضيق في مفصل الكتف، بالتالي يصير احتكاك وضغط على الوتر، يسبب التهاب في أوتار الكتف. حمل الأجهزة نفسها لفترة طويلة، يعني أنت ماسك الموبايل فترة يعني ممكن تعدي الساعة،
هذا الشيء راح يضر الاوتار، راح يضر المفصل، العضلات. القعده ايضا فتره طويله راح تاثر على مرونه العضلات. الاشخاص اللي يقعدون فترات طويله يصير عندهم قصر او شد في عضلات الحوض الاماميه. هذا الشيء راح يحرك الحوض في اتجاه يعني مو الاتجاه السليم، الحوض راح يتحرك للامام، بالتالي راح يقل تقوس اسفل الظهر، ونشوف الشخص راح يبدا يعاني من الام في اسفل الظهر. العديد من المشاكل نحلهم واحده واحده. يعني كان شوف احنا في بعض ضربات البيوت يحطون مثل الستاند وتحط التليفون ليه مثلا من فوق قويه وتقعد، بس لكن هم القعده فتره طويله، يعني لو تفكر فيها العضلات اللي قدام متقلصه طول الوقت، فهذا الشيء يقلل من طول العضلات ويسحب الحوض لقدام، فبالتالي الشخص راح يبدا يعاني من الام ومشاكل في اسفل الظهر. ماذا بالنسبه دكتوره ايمان، انت تكلمتي عن مشاكل العصر الحديث، ماذا عن القعده الارضيه؟ احنا مثلا اول الناس تقعد على الارض، سواء تقعد تاكل ولا القعده الارضيه متعارف عليها. الان تكلمتي القعده على الغنفات، القعده على الكرسي، القعده على الطاوله تسبب مشاكل معينه، هل تنصحين بالقعده الارضيه عفوا ولا هي مو مفيده لنا؟ شوفي ما في شيء يقول ان القعده الارضيه مو مفيده، طول ما الشخص مرتاح بهذه القعده خلي يقعدها. في بعض الاشخاص يعني ما يعرف مثلا ياكل او يقعد الا هو على الارض، فطول ما هو مرتاح في هذه الوضعيه اتس اوكي، لكن طبعا ما يطول. يعني احنا ما نقول ان قعده الكرسي غير سليمه وقعده الارض سليمه، لا، هو الفكره بان الشخص ما يظل في وضعيه معينه فتره طويله. حتى الوقفه، لو الشخص بيوقف فتره طويله راح يبدا يعاني من مشاكل عديده ومنها التهاب بطانه القدم. فكل شيء يعني لازم يكون الرباده كل تجيب كل شيء سلبي يعني بالنهايه. موضوع هشاشة العظام يمكن ذكرتي خلال حديثك، هل في من خلال العلاج الطبيعي أي أو تمارين معينة تساعد في موضوع هشاشة العظام؟ طبعا بالنسبة لموضوع هشاشة العظام في العديد من الأمور اللي يلجأ لها أخصائي العلاج الطبيعي عشان يساعد الشخص اللي عنده هشاشة في العظام بأنه يبني كتلة عضلية، وكذلك يعني أخر من تطور المرض، منها التمارين بشكل عام، تمارين المقاومة، لكن مثل ما ذكرت يتم أدائها يعني بشكل حذر وبشكل يعني دقيق. في أمور أخرى عندنا مثل العلاج المائي، وايد ننصح المرضى اللي عندهم هشاشة. بالنسبة للعلاج الطبيعي، الناس اللي تاخذ العلاج الطبيعي الناس مستعيلة، العلاج الطبيعي بالنسبة لها سحر. يبوا ياخذون كورس جلسات ويصيرون ما شاء الله تمام التمام. شنو تنصحينهم في هذه الجزئية بالنسبة للعلاج الطبيعي؟ قلتي كلمة العلاج، أنا دائما أقولها حق مرضاي هذه الكلمة، العلاج الطبيعي مو سحر. فيزيوثيرابي از ماراثون، يعني العلاج الطبيعي مثل الماراثون، محتاج صبر، محتاج طولة بال، محتاج مثابرة والتزام في التعليمات اللي يعطيها الأخصائي للمريض على أساس المريض يشوف نتائج. الشخص اللي يعتقد بأنه هو خذ 6 جلسات على مدار أسبوعين راح يتحسن، لا، ما راح يتحسن. أنت يعني في الغالب حق أكثر المشاكل اللي متصلة في الجهاز العضلي الهيكلي محتاجين أقل شيء 3 شهور عشان الشخص يبدأ يوصل لنتائج مرضية. نعم اكيد. احنا نشكرك اليوم على وجودك معنا دكتوره ايمان، يعني اعطيتينا معلومات قيمه، وان شاء الله هم الناس تطول بالها، لان مثل ما على فترات طويله صارت فيهم الاصابه يحتاج ايضا العلاج لفتره طويله تحتاج منهم الصبر. حياك الله ونورتينا في ليالك. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا جزيلا دكتوره ايمان، ما قصرتي. وعبد الله وصلنا حق ختام حلقتنا. نعم أكيد، ختام الحلقة نشكر متابعتكم، نشكر رفقتنا الموسيقية، ونشكر ليلى، وليلى تشكرني بعد. مشكور، ونشكر فريق الإعداد، ونشكر الإخراج، وجميع العاملين خلف الكواليس. نشكركم على مشاهدتكم، تصبحون على خير. الله.